استنتجت نخرج بها من لقاء البارح النجم ميلوم كان نفسه بعد ما صعب على روحه فرصة الترشح للمربع الذهبي. زملاء البلبولي ضيعوا 5 نقاط على ميدانهم، فريق في مباراة يتحصل على 10 ركنيات وأكثر من 15 مخالفة قريبة لمناطق المنافس يفولهم ضربة الجزاء ما يستغلهمش، مع فرص سهلة أمام شباك خالية تضيع عندما يصر لافانيا على الاعتماد على محمد علي نفخة البعيد على مستواه على حساب لاعبين جاهزين، ويخسر شوط كامل حتى يغيره. نفهموا علاش النجم يمر بصعوبات في مسابقة الكاف رغم أن مستواه هو والسياسات بعيد كل البعد على بقية المنافسين. بالعودة للمباراة، كلاسيكو بنكهة إفريقية بين ليتوال والسياسات، اللقاء كان مستواه ممتاز. النجم يدخل بنفس طريقة لقاء الكاس، في المقابل السياسات بطريقته العادية وتركيبته المثالية اللي عرفت عودة يوسفو واللي كان مبادر بالهجوم. 8 دقائق لعب، الحناشي خرج كواتي بدوره لبن يوسف يسدد، الفالحي والبدوي يمنعوا الهدف. النجم لقى صعوبات في إخراج الكرة أمام الضغط العالي لأبناء السياسات، وأول محاولة جي في 17 دقيقة لعب توغل من درامي وزع وبن صالح يدخل قدام الترابلسي، تماس من جبالي لمصعب ساسي يتجاوز بن صالح يصوب من نقطة ضرب الجزاء كورته فوق المرمى، فرصة افتتاح النتيجة الذية. سيطرة عقيمة لزملاء الفالحي، في المقابل السياسات يعتمد على الهجومات المعاكسة على غرار هالمحاولة. حناشي لكواتي المعلول اللي حاب يلعب 1-2 مع الإيفواري، والبريقي ينقذ الموقف. 40 دقيقة لعب نتابعوا العملية، الكرة ترجع من مخالفة لندونك اللي حاول التمرير، درامي ينقذ على الكرة يعكس الهجوم يمرر للبريقي اللي في دور سنة ألعاب يخرج الجبالي اللي دون فلسفة يغالط الجريدي ويفتتح النتيجة. الهدف الأول لصالح النجم الساحلي، الهدف الأول لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 40 من هذا الشوط الأول. كذا هي إعادة من زاوية أخرى، النجم يتقدم هدف لصفر على حساب النادي الصفاقسي، وفرحة كبيرة لأحباء النجم بعد هذا الهدف. نلعب في الوقت البديل، مخالفة لأبناء كرول، الحناشي ينفذ في القائم الأول لفخر الدين بن يوسف أو كراوتش، يعدل النتيجة بعد تسديدة رأسية قوية ويرجع المباراة لنقطة البداية. بقوة كبيرة يغارط أيمن البلبولي، هدف لهدف، هدف لهدف. الضغط كيبدأ برشا، وخاصة مع عودة الجماهير بطبيعة الحال اللاعبين ما همش يبدأوا في أريحية، لكن في بعض الأوقات ممكن جاءوا فرص صعاب كما الليتوال وكما السي اس اس. الليتوال البونتو اللي ممكن اللي حاشتهم به باش معناتها يصرح برشا من لاعبيه جاء، لكن ما عرفوش يستحفظوا عليه. الشوط الثاني النجم يدخل بقوه لكن التجسيب يغيب، ومستوى الليتوال يتحسن مع دخول فهمي قاسم مكان نفخ. ابناء لافاني يفرضوا سيطره كليه على منافسهم، خاصه باستغلال الجهه اليمنى اللي فيها البريقي والدرامي اللي فيها العمليه توغل سدد في دين الجري. منعرج جديد في المباراة، 57 دقيقة لعب، بن صالح يقصي الحكم للإنذار الثاني بعد تدخله على عصام جبالي، وسيم كمون ياخذ مكان شلوف، وندونغ يرجع للمحور، نقص عددي، حاول النجم يستغله اللي زاد في ضغطه، والمباراة أصبحت هجوم ضد دفاع رغم تعدد الكرات الثابتة والفرص خاصة عن طريق مصعب ساسي، التهديف يغيب. مصعب ساسي في مناطق النادي الصفاقسي، فرصة كاد يكون الهدف الثاني. لافاني يلعب ورقة بجناح مكان الترابلسي للجزائري قريب من التسجيل في دقيقة 70. نتابعوا العملية، درامي يوزع لمسة من ساسي في القائم الأول لبجناح اللي بارتماء رأسية ولا أروع يسدد كورته على القائم، والحظ يغيب على الجزائري في هالعملية. تضيع الفرص كاد يكلف النجم غالي، أول عملية للسياسات في الشوط الثاني مع 76 دقيقة لعب، معلول يسدد من بعيد في الزاوية 90، والبلبولي بخبرة السنين يمنع على هدف، هو المحتفل البارح بعيد ميلاده 29. 84 دقيقة لعب، فهمي قاسم يتوغل داخل 18 متر، التحام مع فرجاني ساسي، والحكم يعلن على ضربة جزاء. مصعب ساسي يتقدم ينفذ، والجريد يتصدى لكرة أولى فكرة ثانية من عصام جبل، وفرصة هدف الثاني تضيع. عملية يصاب على إثر كمون ويغادر الميدان. لافاني في حيرة، والنجم يزيد من ضغطه ويلعب لآخر الدقائق. مصعب ساسي مرة أخرى يضيع على فريقه فرصة بعد امداد من درامي، ومصعب يضيع أمام شباك خالي. آخر دقيقة في الوقت البديل، بغداد يطالب بضربة جزاء بعد تدخل بن يوسف معاه، والحكم يعلن مواصلة اللعب. تعادل في طعم الهزيمة للنجم، هو الرابع في 7 مواجهة على نطاق الإفريقي بين الفريقين، يحكم على ليتوال وجوب تحقيق 3 نقاط في الأسبوع القادم في أديس أبابا
لتحقيق الترشح. واليوم ما فزناش لكن قعدنا على أرضية ملعب سوسة، لاعبين قدموا مقابلة بطولية، مقابلة كانت تكتيكية بالأساس، خاصة النجم الساحلي يلعب بنفس التشكيلة اللي لعب بها في مقابلة الدور النهائي، ظنا منه أنه التشكيلة هذه مش تربحه في المقابلة، لكن الحظ اللي كان معه في الدور النهائي ما كانش معه اليوم. Quand même on a fait un meilleur match aujourd'hui que le match qu'on a fait contre la finale. On n'a pas pu contre-équiller, on a un penalty, on n'a pas su le mettre. Tombé face à une équipe de Sfax très très accrocheuse, très je dirais rambarcharde, qui voulait à tout prix nous empêcher de gagner. J'espère qu'ils joueront de la même façon contre le Stade Malien la semaine prochaine.